صورني مع زياد خوري بكييف. دخيل اللي بقي من عطر حكياتك أكيد 2003 لما سحر الغرام. سحر الغرام غرامك سحر الغرام. أول نجاح حققته كمان كان ب 2003 كارتاج أكيد لأنه كانت خطوة كتير مهمة. راح اللي راح بكرة لحالي. ما بعرف التاريخ بس لما توفى خيي بس كنت صغيرة بس أكيد ما بنسي يعني كشي بشع أبشع شي أكيد. يا ملك الرومانسية يلي أنت بتستاهل هيدا اللقب. مش عم حكيك تقلك إنك ترجعي. بعرفك قوية وهيدا اللي طلعها من هيدا الموضوع. إن شاء الله ما بقى بتشوف شر. إلى كل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي وحشتوني. هيفا بقول لك بموت عليها كتير بحبها يعني أنا بحب هضمتها بحب قديش هي طبيعية بحب قديش العالم كلها بتحبها مش أنا بس. أحتاج مهلة أنا زي الفلة وحكايتك خلصت وخلاص. فيروز هي لبنان يعني فيروز ما بنحط تحت حدا واحد أكتر من 500 يمكن. أنا عندي ومضلني عندي حس إنه عندي نقص وعندي كل شيء بس هيدا الشيء اللي كتير ما بعرف ليه بحب هلا بحب شوز أكتر من الكتاب تقريبا 29. حبك مكاني هون بعرف قلبك حلو. الميك اب بياخد مني 10 دقايق لانه انا حدا بحط بودر وماسكارا وهيك. بحبكم كثير ودائما بتشكرهم على حبهم اللي ما فيه مقابل وهذا شيء كثير 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 حلو. هن اللي بحبونا من دون اي مقابل.